السلام عليكم كيفكم طمنونا عنكم يا جماعه الخير واليوم رجعت لكم بفيديو جديد واخر اخبار عن لعبه الايجبت لايف او الحياه الواقعيه المصريه الشبيهه بلعبه الماي سمر كار طبعا يا جماعه اللعبه المنتظره بفارغ الصبر لعبه كتير بنسال عليها بشكل مو طبيعي ما في مقطع بنزله الا ما براي واحد كاتب لي في التعليقات يا احمد شو قصه اللعبه ليش ما نزلت اللعبه بدنا رابط اللعبه مدري شو هي الاسئله كتير بنسالها بشكل مو طبيعي ان كان في التعليقات وان كان في الرسائل وحتى بيجيني ناس كثير بيقولوا انه في ناس نزل بينزلوا اللعبة عندهم وعم يلعبوا فيها مقاطع على اليوتيوب وبنيجي نسألون عن الرابط تحميل بيقولوا انو إنه ما عندي الرابط وما بقدر بعطيك الرابط ومدري شو، طبعا يا جماعة حبيت اعملكن هذا المقطع لحتى أخبركم آخر الأخبار عن اللعبة، المقاطع يلي عم تشوفوها هلا قدامكم بخلال مقطعي انا او مقاطع اللي عم تشوفوها عن طريق يوتيوب هي المقاطع مصوره من قبل المصمم علي النادي بنوجه له تحيه كبيره وبندعي له بالتوفيق والنجاح خلي يكون عندكم علم انه اللعبه لحد الان ما نزلت وما في رابط تحميل لحد الان طبعا يا جماعه الخير هلا قبل ما نبدا المقطع ونوجيكم بعض الاشياء اللي صارت على اللعبه صلاح بن محمد علي والسلام ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس كل جديد وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه وهلا يا جماعة مثل ما شايفين قدامكم بهذا المقطع حب المصمم علي انه يورجينا بعض الاضافات اللي صارت على اللعبة مثل المناخ او المباني والطرقات والسيارات والبوتات حتى يعني اضافات كتير فخمة يعني مثل ما شايفين هون عم يسوق سيارة مرسيدس اس 600 الملقبة بالتمساح بالوطن العربي طبعا كتبولي في التعليقات شو بتسموها هي السيارة عن جد اضافة كتير حلوة انه ضاف هيك سيارات سيارات رئاسية ومرئاسية وقديمة والكلاسيكية وهيك طبعا مثل ما شايفين هون كمان بهذا المقطع كمان ضيف سيارة الروز رايس طبعا السيارة عاملة مثل بوت عم بيورجيك البوت كيف بيتصرف اذا كان ضربته اذا كان خربط في الطريق او تصرفات مثل اللي بيأسرع البوت بيوقف بيهدي بيعمل حوادث فشوفوا لي على المقطع هذا شقد فخم يعني مهتم باغلب التفاصيل وبادق التفاصيل من خلال المباني من خلال الطرق يعني مثل ما شايفين السرعه حتى يعني شيء فخم والله يا جماعه اكيد عم تسالوا حالكم وبتقولوا انه احمد لحد الان ما ذكرنا الاخبار اللي حكى عليها في بدايه المقطع طبعا يا جماعه في بدايه المقطع انا ورجيتكم الاضافات اللي صارت مثل اضافه بوتات ذكيه جديده وسيارات جديده ومدن ومباني وطرق والمناخ تعدل بشكل كامل يعني اللعبه صارت هيك كثير فخمه يعني كل ما عم تتطور وتصير افضل من السابق طبعا يا جماعه رح نروح للسؤال الاهم واللي هو ايمت رح تنزل اللعبه طبعا يا جماعة أنا بقول لكم بصراحة المصمم علي بذات نفسه ما بيعرف إيه راح رح ينزل اللعبة ليش يا جماعة هلا في كتير ناس بيعرفوا أنه كان في العاب راح تنزل ونزلت الالعاب ومدري شو الالعاب الشاحنات اللي نزلت سابقا طبعا يا جماعه اغلبكم كان متامل في اللعبه بشكل كامل يعني ما يكون فيها مشاكل ابدا وبعد ما نزلوا الالعاب في كتير ناس انصدموا يعني في ناس كثير واجهت مشاكل بالتقطيع للتخريج من اللعبه للشاشه السوداء لمدري شو فلهذا السبب يا جماعه المصمم هون بهي اللعبه ما بده ينزل اللعبه تكون فيها مشاكل ويكون فيها اخطاء ونقص وهيك شغلات بده ينزل اللعبه تكون كامله مكمله فلهذا السبب ما بيعرف امتى راح ينزلها يعني بجوز اليوم بجوز بكره بجوز بعد شهر بجوز بعد سنه كمان فيا جماعه الخير لازم تنتظروا لبين ما تنتهي بشكل كامل مثل ما بده هو وان شاء الله بنلعب فيها عما قريب والله يا جماعه بالنسبه للناس اللي عم يعني يدخلوا على الرابط موجود في صندوق الوصف وعم يظهر لهم انه اللعبه غير موجوده على الجوجل بلاي طبعا يا جماعه الخير سابقا كان نقدر نسجل تسجيل مسبق يعني بس من نزلت اللعبه على الجوجل بلاي بتنزل مباشره عنا على الجوال فحاليا تعطل الرابط بسبب انه المده الزمنيه تبع تحميل اللعبه تخطت 90 يوم بس تخطى هي المده يا جماعه الخير الجوجل بلاي بيحذفها او بيخفيها عن البحث فمشان هيك يا جماعه الخير حاليا اللعبة حاليا موجودة على الجوجل بلاي بس مخفية عرفتوا كيف ما عاد في تسجيل مسبق فيا جماعة الخير بس من صار في عليها اخبار جديدة او نزلت بشكل كامل ان شاء الله رح اوافيكم في مقطع تاني واخبركم والله يا جماعة الخير بتمنى منكم كل تقصروا معنا ودعمونا المقطع باللايك والشترك القناة اذا ما مشتركين ولا تنسوا تفعلوا زر التفصيل كل جديد بترككم بامان الله وسلام